بسم الله الرحمن الرحيم. معك محيد عبد الرحمن. الصباح هذا تنتفاجئ بالدراري تنعرف الاصدقاء ديالي وسميتو تيسردوا شي تصاور ديالي. قال لك لقيناهم في داك الشيء اللي الحمله اللي دارت السلطات في مدينه الدار البيضاء. لقاو التصويره ديالي ولقيتها مليوحه في كاع الجروبات، لقيتها مليوحه كاع في كاع الجروبات، اكثر من شي 10 ولا 12 جروب. هذا الشيء اللي كاين. كانت عندي علاقة ولكن ما عرفتش شكون، ما بغيت نظلم حتى شي واحد، ما عرفتش شكون، فهمتيني؟ هذا هو المشكل. ما عندكش شي وحدة ولا لا ما شك حتى شي وحدة. المهم انا التصويرة اللي شفت ديالي وملي اتصلت بالسيدة اللي كانت لحتها في الجروب اكدت لي انهم لقاو مع التصاور اللي لقاو عند السيد، فهمتيني؟ السيدة كانت في الحملة، ضمن الحملة قالت لي يا خويا لقينا التصاور ديالك والتصاور ديال الناس بزاف، وقالت لي انا درت واحد البادرة ولحتها في الجروب باش تعرف على التصورة ديالك. نصيحة، انا تنشكر السلطات على هذه البادرة اللي دارت، وهذه البادرة خصها دير باش يتحدى من المشعوذين ومن الدجالي اللي كاين في المغرب، لان شحال من واحد انا الحمد لله تنحمد الله وتنشكره باش بانت الحقيقة وبانت الصورة ديالي باش نمشي نجري على راساتي، ولكن راه كاين شي ناس مساكن ما عارفينش هذا الشيء هذا، فهمتيني؟ وهذا نداء للسلطات بحال مرة يديروا هذه الحملات على هذه الناس هادو، فهمتيني؟ باش بنادم اللي مديوره ليه شي لعبة يعرفها، فهمتيني؟ الخدمة ديالي اخويا دابا جاية شي أربع شهور كلشي تعكس ليا، توقفت على العمل ديالي كلشي تعكس كلشي، فهمتيني؟ أنا دابا ملي شفت الصورة اليوم عاد تأكدوا ليا بزاف د الحوايج، كنت تنقول راه واقيلا غير صدفة، ما تنعش. واش تنقول لك اخويا؟ تنطالب أنا من السلطات دير مرة بحال هاد الحملات باش يبانوا هاد الناس اللي واقع لهم بحال هاد المشاكل هادو يمشيو يجريو على راسهم. هادشي اللي كاين.